تحية طيبة لكم، وعدنا إليكم في الحلقة الثانية من برنامج دولاب الحظ. هالمرة راح يكون تحدي زائد سؤال، ما تقدر بالتحدي نسألك السؤال، ما تقدر بالسؤال حظ أوفر، والفائز يدخل ويانا القرعة على جائزة البرنامج. خلينا نبلش، تابعوا. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم بالخير؟ زينب. زينب، يا زينب، سؤالك يقول أعطي اسم آخر للصحراء. هاي شلون أحزب هاس؟ عادي أفكر شوي؟ على راحتك، عندك 15 ثانية تفكرين بها. هو أعتقد البيضاء، مو صح؟ ثبتين على الإجابة؟ ما أعرف، بس إيه أثبت. آخر شانس؟ أثبت. لا أحبة المشاهدين، للأسف إجابة صحيحة ودخلت ويانا القرعة، وشكراً لمشاركة زينب. أشكرك. أحبة المشاهدين ويانا متسابقة أخرى، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم بالخير؟ زمن شمسي. زمن سؤالك يقول أعطي اسم آخر للصحراء. اسم آخر للصحراء؟ والله ما أعرف. رسمي منا منا للصحراء؟ ما أعرف للأسف. لا، جمل سفينة الصحراء قريب. شكرا لمشاركتكم. أحبة المشاهدين ما قدرت تجاوب على السؤال، هي المهم المشاركة مو المهم الفوز. انتظرونا متسابق آخر. أحبة المشاهدين رجعنا ويا متسابق آخر، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم بالخير؟ ثامر. ثامر، يا ثامر، ثامر سؤال البرنامج يقول، صباح الخير، شلونكم؟ الحمد لله. سؤال البرنامج يقول أعطي اسم آخر للصحراء. اسم آخر للصحراء؟ نعم، اسم آخر للصحراء. تباوع عليه، باوع على سئلة. شلون؟ بيضاء. ثبت على الإجابة؟ ايه. آخر محاولة؟ آخر محاولة. ودخل ويانا القرعة وجاوب جواب صحيح، شكراً لمشاركتك ثامر. أحبة المشاهدين انتظرونا ويا متسابق آخر. أحبة المشاهدين ويانا متسابقين وليس متسابق، باوعنا عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. الاسم بالخير؟ عدي. والاسم بالخير؟ وأنا لؤي أخو. عدي ولؤي؟ أخوك الصغير يا الأكبر؟ أنت أكبر؟ ولو ما مبين، يعني أنت مبين أضخم. زين، أنت إذا تعركت يا ريكتل. سؤال الحلقة يقول أعطي اسم، أنت ذا قاري تجاوب. أعطي اسم آخر للصحراء. اسم آخر للصحراء. للصحراء أكيد واحد ما يعرف، واحد ما يعرف. أعتقد نزار القباني يقول الليل والخيل والبيداء، وتعرف المتنبي البيداء. يعني أصير إجابة شنو؟ المتنبي يقول الليل والبيداء، تعرفون البيداء. ثبتون على الإجابة؟ أكيد. طبعاً صارت هسه زوجي مو فردي، اثنينهم علي. الإجابة صحيحة ودخلوا ويانا بالقرعة. إذن ما علي، تقاسموا بيناتكم الهدية. ما عرفت كسرونه. شكراً لمشاركتك. شكراً لمشاركتك. أحبة المشاهدين رجعنا ويا متسابقة أخرى، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم بالخير؟ عذراء. عذراء، عذراء سؤالك يقول أعطي اسم آخر للصحراء. اسم آخر للصحراء؟ بالي. البيداء. ثبتين على الإجابة؟ بالي. آخر شنص؟ هي والبيداء. أحبة المشاهدين الإجابة صحيحة ودخلت ويانا القرعة لجائزة البرنامج، شكراً لمشاركتكم. هلا وأهلا وسهلا. أحبة المشاهدين انتظرونا ويا متسابق آخر. أحبة المشاهدين رجعنا لكم وهي متسابقان، بس قلنا هم مو أخوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام بعد قلبي. اسم بالخير؟ يوسف. اسم بالخير؟ كيان. كيان ويوسف، سؤالك يقول أعطي اسم آخر للصحراء. اسم آخر للصحراء، يعني الأرض القاحلة، الأرض الفارغة، يعني هيش قصدك مثلا؟ تقريبا، بس هو إلها اسم خاص يعني مرادف. زي مثلا أكو قصيدة مال الشعر يعني قديم أنا استخدمها. إيه؟ اللي هي البيداء، هل هذا المعنى صح؟ ثبت على الإجابة؟ والله خلينا نتوكل بالله نثبت. أحبة المشاهدين دخل ويانا القرعة وجاوب على السؤال، راح ننتقل قبل ليوسف. يوسف سؤالك يقول لعبة رياضية يتراجع بها الفائز إلى الوراء. السباحة؟ لا، السباحة يتقدم لي قدام.
ومهم يرجع لورا بالسباحة. هذا كيلوف، احنا لا نريد يرجع لورا علبك. الحبل جار الحبل ثبت على الإجابة إن شاء الله. آخر تشانس إن شاء الله. وفازوا يا أنا يوسف وكذلك راح يدخل القرعة. أحبة المشاهدين انتظروني ويا متسابق آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم بالخير؟ أحمد أبو عبد الله. أحمد يا أبو عبد الله، أحمد سؤالك يقول أعطي اسم آخر للصحراء. صحراء؟ نعم للصحراء. صحراء أعتقد بيداء. ثبت على الإجابة؟ الله ثبت على الإجابة. آخر تشانس. آخر تشانس. أحبة المشاهدين ودخل القرعة وجاوب على السؤال، شكرا لمشاركتك. أحبة المشاهدين وصلنا إلى اللحظة اللي الكل كان ينتظرها اللي هي لحظة القرعة. تعال لضرغومي خلينا نشوف من اللي فاز ويانا بجائزة البرنامج، برنامج زلاب الحظ. انت تسوي له آني شو تسوي قرعة يعني؟ تسحب قصدك؟ اي تسحب. يلا شكرا جزيلا، رحم الله والديك. زينب عطور الطيني، اعطيني الجائزة. تعال زينب تعال. هاي الجائزة مقدمة من وكالة أنا العربية. شكرا لمشاركتكم، شنو رأيكم بالبرنامج؟ كلش حلو، عاشتيدك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، خلصنا من المتسابقة الأولى، خلينا نشوف من الفائزة الثانية. تعال 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 اللي جاي. هاي شكرا جزيلا. الموضوع عوفه. ثامر. نعم نعم. من هو ثامر؟ ثامر. اي ثامر صحيح. طون الجائزة. وين الجائزة؟ طون الجائزة. هاي الجائزة المقدمة من وكالة أنا العربية. شكرا لمشاركتك. الحمد لله. الغالي الحمد لله. أهلا وسهلا. أحبة المشاهدين طبعا شكرا للي شاركوا ويانا وإن شاء الله حظ أوفر بالحلقات القادمة. أحبة المشاهدين وصلنا إلى ختام الحلقة الثانية من برنامج دولاب الحظ. تقبلوا تحياتي مقدم البرنامج علي عاتي، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقات برغام. أوقف أوقف لحظة لحظة. تقبلوا تحياتي آني، تقبلوا تحيات المصور. شو اسمك؟ برغام. برغام شنو؟ رياض. تأكد؟ تأكد أكيد. من إثبات؟ آه. لا ما يحتاج وصل. أي لا شيء. تقبلوا تحياتي، تعال لي جاي برغام وآني وفراس الكوافير والماكير. وعندنا تقي تقي الفتلاوي. احنا كادر شنو؟ وكالة أنا العربية. طبعا انا هواية وشوية انسى. احبة المشاهدين تقبلوا تحيات الكادر وان شاء الله نلتقيكم في اعمال قادمة وفي الحلقة الثالثة من برنامج دولاب الحظ. تحياتي. احبة المشاهدين وجينا من تسابق جديد. السلام عليكم. السلام. اسم بالخير؟ فراس. يا هلا فراس. سؤالنا يقول اسم الآخر للصحراء. اسم الآخر للصحراء اعتقد البيداء. ثبت جاوبت يانا وان شاء الله. المشاهدين شنو الموضوع؟ جاي نصور. يصورون. انا المقدم يا ابد. انت مقدم. وش انتم مقدمون عندك؟ احنا المقدمين. ما يخالف وقف اثنيناتكم. تعال. احبة المشاهدين انا المقدم على عاتي طبعا. هم اخذوا من عند التقديم ما ادري غدرونا ولا عاد بس اشوف انا الاحذية عجبتني تكرمون. المهم السلام عليكم. السلام. شلون صحتك؟ انزين. عافيتك ها؟ شلون؟ سوينا لقاء وخلصنا؟ لا والله. والله. الجائزة صارت هي. رخصتكم. تعال. أحبة المشاهدين غدروا بيا ما يخالف ماكو مشكلة. تشدك هنا رولي غير.